أعزائي، مرحبا بكم. كيف حالكم؟ هل تتذكرون قصة المرة السابقة؟ نعم، لقد تقابل الدب مع السنجاب. ولكن هل تعرفون ما هو حجم الدب وحجم السنجاب؟ نعم، الدب كبير هكذا، والسنجاب صغير هكذا. ولكن حتى مع اختلاف الحجم هذا، يستطيعان أن يصبحا صديقين. صحيح، وهل سيأتي صديق جديد اليوم؟ هل نبدأ رحلة قصتنا بقلوب تتطلع لتعرف ما سيحدث؟ سأل الدب السنجاب قائلاً: من أنت؟ أنت حقاً صغير جداً. أجاب السنجاب: أنا سنجاب، هل أنت دب؟ سمعت أنك ضخم جداً، والحقيقة أنك ضخم فعلاً. فقال الدب: صحيح صحيح، ولكن لا داعي للخوف، فمع اختلاف حجمنا أيضاً يمكن أن نصبح أصدقاء. نعم، حجمهما مختلف، ومع ذلك أصبحا صديقين. هذا رائع حقاً. ما رأيكم برسم السنجاب اليوم؟ نعم، أولاً نرسم الوجه بشكل دائري. ثم نرسم الأذنين على الجانب بدائرة صغيرة. ثم الجسد يكون دائرة أكبر وأطول من الوجه. نعم، اليد تكون دائرة طويلة ولكن صغيرة. وجيد أيضاً أن نرسم إحدى اليدين للأسفل هكذا. صحيح، القدمان أيضاً نرسمهما بدائرة صغيرة أسفل الجسم. هل نرسمهما في الجانب بشكل دائري طويل؟ نعم نعم، البطن بالمثل أيضاً دائرة أصغر من الجسد. ثم ما رأيكم برسم ما في الوجه؟ العينان نرسمهما باللون الأسود هكذا. ونرسم الأنف أيضاً بشكل مثلث مقلوب، ثم نرسم فماً ضاحكاً ونوصله بالأنف هكذا. صحيح، بعد ذلك سنحاول رسم الذيل. نعم، من خصائص السنجاب أن ذيله كبير. نرسم إلى الأعلى بشكل دائري هكذا، ثم إلى الداخل أيضاً. ثم نرسم شكلاً دائرياً من هنا إلى هنا لأسفل. والآن هيا نضيف بعض النقوش للسنجاب. سنحاول باستخدام اللون البني. أولاً نضيف بعضها على الوجه هكذا. 1 2 3 4. ثم نلون فتحة الأذن هكذا، والأنف أيضاً. ثم يوجد على ذيل السنجاب نقش كبير هكذا. هكذا 1 2. وبعد ذلك 3. ليس واجباً أن تكون 3 خطوط فقط. وهكذا رسمنا سنجاباً لطيفاً. والآن هيا نرسم بعض الرسومات في الخلفية. هذه المرة هيا نرسم بعض الخطوط المموجة.
هكذا بخطوط ملتوية. يبدو شكلها مثل شكل خروج الصوت، ويبدو أيضاً شكلها مثل شكل سريان المياه. ما هي الفكرة التي تدور برأسكم عند رؤية هذا الشكل؟ أرجو منكم التفكير في هذا، ثم هيا نرسم العلامات المائية من أعلى لأسفل أيضاً. صحيح، والآن حان وقت تلوين سنجابنا اللطيف. هيا نلون الأذنين والذراعين والرجلين باللون البني. الذراع الأول والثاني، ثم القدم الأولى والثانية. ثم نلون الوجه والجسم باللون البرتقالي. نلون الوجه هكذا بأقلام التلوين. وبعد ذلك، هل نلون الجسم بألوان الشمع؟ هكذا نلون الجسم، ثم بعد ذلك نلون الذيل بجانبه. يمكنكم التلوين بأي لون يعجبكم. ما رأيكم مثلاً في الأصفر لمنطقة البطن؟ يا سلام! السنجاب يلقي بتحياته لكم. الآن يا أعزائي، اكتمل كل شيء. ما رأيكم في محاضرة اليوم يا أصدقائي؟ هذا الدب الضخم وهذا السنجاب الصغير، لقد أصبحا صديقين، مما يشعرنا بالسعادة الغامرة أنه يمكن أن يصبحا صديقين حتى مع اختلاف الحجم. ترى، هل سيظهر صديق جديد حقاً في المحاضرة القادمة أم لا؟ هيا هيا، حاول التخمين. إذن انتظروا وتطلعوا إلى المحاضرة القادمة. إلى اللقاء أيها الأصدقاء الأعزاء.